أهلا بكم مشاهدينا. يعاني أطفال اليمن أوضاعا صحية ومعيشية بالغة الصعوبة، وقد قضى أكثر من 100,000 طفل دون الخامسة بسبب الجوع، في حين ترك نحو نصف مليون طفل مقاعد الدراسة. وتشير التقارير الدولية إلى سقوط أكثر من 5,000 طفل بين قتيل وجريح من جراء الحرب والغارات الجوية. في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال، نسلط الضوء على أطفال اليمن خصوصا الذين يدفعون ثمنا باهظا للصراع الدائر في بلادهم. أتمنى أمشي. انحصرت أمانيها في استعادة القدرة على المشي، تلك القدرة التي حرمت منها الطفلة ريماس منذ 3 سنوات بعد أن استقرت رصاصة طائشة في عمودها الفقري خلال اشتباكات في مدينة تعز جنوبي اليمن. اشتباكات غيرت حياة أسرة ريماس رأسا على عقب، وزادت من أوجاع الحرب والأوضاع الاقتصادية السيئة. ما فيش دخل، ما فيش علاقات، نادرا تحصل علاقات، شهر تحصل شهر ما تحصلش، في ناس يدعموا في ناس بعض الأوقات يعني ما فيش دعم، يقول لك ما فيش دعم. فاتورة الحرب الباهظة في اليمن يدفعها الأطفال الذين يعيشون في بيئة تفتقر لأبسط مقومات الحياة. فوفقا لتقارير دولية، يعيش حوالي 2 مليون طفل أوضاعا مأساوية تتمثل في سوء التغذية وتوقف النمو، كما ترك الآلاف من الأطفال مقاعد الدراسة مجبرين بسبب الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن التعرض المستمر للقتل والإصابة بسبب الحرب. معروف أنه الأطفال لهم بيئة تربية أو نمو معينة، يحتاج إلى هدوء، إلى استقرار، إلى، فما بالك إذا هو بيسمع كل يوم مثلا في 50 غارة 60 غارة أو اقتتال رصاص، بيعمل نوع من عدم الاستقرار النفسي للطفل. استقرار يبدو بعيدا لملايين الأطفال ولعموم اليمنيين طالما لم تضع الحرب أوزارها. صحيح أن الحرب لم تستثني أيا من اليمنيين، لكن الأطفال هم الأكثر تضررا من هذه الحرب التي حرمتهم حاضرهم وتجعل مستقبلهم مجهولا. خليل القاهري، العربي، صنعاء. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان السيد سمير المنحجي. أهلا وسهلا بك سيد سمير. يعني كما تابعنا للتو، يحل هذا العام هذه المناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء بصورة محزنة وبصورة قاتمة، ولكن من موقعكم على الأرض كيف تتابعون كل ذلك، وما الذي تغير أساسا مقارنة بالأعوام الماضية؟ شكرا جزيلا للتلفزيون العربي. وللإجابة على سؤالك، فما تغير؟ تغير تصاعديا يعني من حيث السوء. زادت أوضاع الطفولة في اليمن أوجاعا وزادوا يعني أكثر قتامة. فالوضع خلال 4 سنوات لا سيما ونحن نتحدث عن يعني مساحة شاسعة من الألم تمتد ل4 سنوات. هذه ال4 سنوات أو الأكثر من 4 سنوات أنتجت لها نتائج مباشرة وغير مباشرة. ذكرتم في التقرير بأن عدد القتلى تقريبا تجاوز 5,000، ولكن حسب منظمة الصحة العالمية هناك 9,200 طفل قتلوا في اليمن، بالإضافة إلى 8,347 طفل جريح. في 15 غارة استهدفت الأطفال استهدافا مباشرا، كان الضحايا تقريبا 235 طفل، يعني في هذا الاستهداف المباشر من غير الغارة الأخرى. يعني الطيران، طيران التحالف طبعا لم يستثني لا باصات الأطفال ولا مدارسهم ولا حتى المخيمات التي لجأوا إليها بسبب ظروف الحرب. نعم. طيب سيد سمير، يعني 4 من يونيو أي اليوم هو هذه المناسبة التي تذكر بها الأمم المتحدة بالتزامها بحقوق الأطفال. أنتم على الأرض هل تلمسون أي خرق تحققه الأمم المتحدة، وخاصة من خلال منظمة اليونيسف المنظمة الأممية للطفولة؟ التدخلات الأممية للأسف هي تدخلات إعاشية، يعني لا يمكن أن تضمن الحقوق الكاملة أو الحقوق المنتهكة للطفل اليمني.
فالتدخلات الأممية هي تدخلات يا غذائية يا صحية، أما كحماية مباشرة أو للحد من استهداف الأطفال، يعني تجنيبهم المعارك أو مكامن الخطر، فأنا أجزم بأن المنظمة الأمم المتحدة غير قادرة على هذه المسألة. طب إلى جانب هذا العجز ربما خارج عن مجالها. نعم سيد سمير، يعني إلى جانب هذا العجز هناك تقاذف للاتهامات من قبل الأطراف المعنية بهذا الصراع، ولكن في المقابل ورغم كل النداءات والاستغاثات لا استجابة. لماذا برأيك؟ هل لأن هذه الأطراف تعتقد أنها خارج أي مساءلة قضائية أو قانونية؟ كما ذكرتي، ولكن أنا عندي نقطة مهمة جدا، أن لولا تدخل التحالف في هذه الحرب لما أصبح وضع الأطفال فيها يعني بهذه الدرجة من السوء. إذا ظلت الحرب يعني كما كانت في البداية بينية داخلية في اليمن دون تدخل التحالف لما كنا وصلنا لهذا الوضع المأساوي الذي مس الأطفال بالدرجة الأولى. وطبعا الكل يعرف والعالم يعرف أن بالذات الدول أو الأعداء يعني لا يمكن أن تطالهم يد العدالة، ونحن نقول جرائم لا تسقط بالتقادم، ولكننا منذ 4 سنوات والجرائم تسقط يعني يوما بعد يوم وشهرا وراء شهر، وبالتالي هي تتصاعد. يا ريت يعني نضمن، يا ريت هذه الأطراف أنها يعني تجنب الأطفال في نزاعها، ولكن للأسف هم في الضحايا في مقدمات الضحايا وبأعداد كبيرة. شكرا جزيلا. سأقول لك نقطة مهمة جدا، يعني هذه النتائج المباشرة كانت الغارات القوية. طيب هقول لك من غير الأضرار المباشرة، معك النازحين أكثر من تقريبا 350 ألف طفل نازح يعني داخل نزوح داخلي، بالإضافة إلى الأمراض والأوبئة التي انتشرت بسبب الحصار والقصف. نعم، واليوم يتفاقم الوضع على وقع هذا الاختصار كما شكرا لك سمير المنحجي الكاتب والناشط في مجال حقوق الطفل منضما إلينا من صنعاء. نختم قضية اليوم بتقرير من السودان، حيث تتقاطع الانتهاكات ضد الأطفال مع ظروف نظرائهم في اليمن من حيث المعاناة النفسية والأوضاع المعيشية الصعبة. فئة الأطفال الضحايا تشمل أيضا ضحايا حروب دارفور والجنوب وأطفال الشوارع أو فاقدي السند. وفي أحداث فض اعتصام القيادة العامة العام الماضي فقد ما يربو على 19 طفلا حياتهم نتيجة العنف الذي مارسته القوات العسكرية لفض الاعتصام. لنتابع. هذه عائشة أم مكلومة يتلبسها الحزن بسبب فقدانها فلذة كبدها الصغيرة آلاء. لحظات لا تنسى حين استقبلت خبر موت صغيرتها ذات 7 أعوام بعد أن اخترق الرصاص الحي جسدها النحيل إبان ثورة ديسمبر السودانية. يوم كان أصعب يوم في حياتي أنا، ومر يوم في حياتي لحد اليوم اللي ماتت فيه، وكانت عمرها 7 سنة و4 شهور. دخلت المدرسة كانت صغيرة، يعني دخلت المدرسة صغيرة شديد. في يونيو من العام الماضي قتل في السودان 304 أشخاص بينهم 19 طفلا رميا بالرصاص خلال أحداث فض اعتصام القيادة العامة. بعضهم قضى بطلقات مباشرة وبعضهم الآخر تألم حتى الموت. هي كانت حقيقة أكبر من أن أسميها مذبحة، لأنه مورس فيها العنف بالعنف ممنهج، ومورست فيها كل قبائح الأفعال. ليس بالرصاص وحده يترجم العنف ضد الأطفال، ففي مناطق الحروب والنزاعات يواجه الأطفال كثيرا من العنف الجسدي واللفظي، وهناك من العنف ما هو مسكوت عنه لكنه يخلق جروحا لا تندمل. القانون موجود، لكن احنا في السودان ينقصنا تطبيق القانون. يعني القانون من 1990 اتفاقية دولية حتى الآن في 2019 في الوثيقة الدستورية المادة 50 الآن هي موجودة بتنص على أنه تجريم كل من ينتهك حق الطفل، كل من يعنف الطفل، كل من يمارس العنف الجسدي أو اللفظي للأطفال، هو القانون موجود، لكن تطبيق القانون هو المشكلة. في السودان أفقدت الحرب كثيرا من الأطفال حياتهم وشردت آخرين،
وتركتهم في أوضاع مأساوية. لا تقف أثار الحرب والنزاعات المسلحة عند رصاصة تنهي حياة بعض الأطفال، لكن من تكتب له النجاة قد يعاني من أوضاع صحية وتعليمية متردية. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم.